مرحبا يا اخويا. وبيك عايش؟ عليك الحمد لله عايش. قلت لي متقاعد ولا تخت؟ لا متقاعد في بنكه. ربي يعينك. متقاعد من بنكه باهي. نحكيو معاك اليوم على شكل البلاد، شكل الحوم اللي قريبه من تونس العاصمه، من البليتو شرح ببورقيبه. في سنوات كانت فما برشا انتساب فوضوي حتى كمظهر مش باهي. اليوم تغيرت برشا وتحسنت برشا. اي ماذا بينا تتنظم على ريش، وقالوا باش يعملوا لهم في بقع في السوق كامل مع بعضهم مصبي واحد، وما تمش الشيء هذا. واللي هذا ماذا هما مساك انت، ما همش هما اللي يستغلوا، ثم ناس تستغل فيهم. هما تعبين تنهار كامل في الشمس قاعدين يبيعوا ويعيطوا، تشوف فيهم هما باش ياخذوا الفلوس. ما همش هما، ثم جماعه متخبين وراهم هما اللي هما بارونيه بالونات، هما اللي مولوا فيهم شيخين يدوروا بالكراب نهار كامل، باصات وكتفوكات يدوروا في العاصمة نعرفوهم. وهما يجيوا يلموا الفلوس نتاعهم ويمشي، والاخرين مساكن نتاعهم. واللي هذا يلزم تقص عليهم المشكلة هذية، وهذوكم تعمل لهم حل، هذوكم تدخلهم في صنعة في حاجة باش يتكون. نحكي له براتيك، هما اللي كانوا ناصبين المجموعة الشباب خاطروا في الاخر لازم على الاقل شيء في النهار كي يخرج ب 60,000 باهي. كان مثلا عامل في تروتوار يبيع فيه، فجأة قال لك الانتساب الفوضى وينحوه، هذاك حاجة باهية. ولكن أعطوهم حلول، قالوا لهم في منصف باهي وغيرها. كي تحكي مع صاحب النصبة الصغيرة هذيك يقول لك أنا منصف باهي ما يجيني حد، ما نجمش نمشي غادي، ما ننصبش مالك ليونات ما يجونيش الغادي. يا ولدي مش حكاية ما تعملوا لهم نصبة، حكاية فرغ النصبة، تعطيهم الأراضي المهملة نتاع الفلاح. تو الفلاحة في العالم ولا تغنى حاجة، اللي عنده ورد في الحية والغني. اعطيهم الأراضي المهملة وحاسبهم عليها، وجيب لهم معناها عاونهم الزراعات والكل معناها والماء، وسيب لهم واحد وتبعهم. نحكيو على الأراضي الدولية، ملف كبير. إي الأراضي المهملة هذيك اللي تخرج تلقاها مهملة، تعطيها لهم هذوكم بلوش وحاسبهم. كان تلقى خرج. باش نحكيو هكا باش نكون واضحين، لازم الشخص المعني بالامر يا يكون ولد المنطقه، يا كذا استثمار، يا يكون صاحب شهادة عليا وش يعطوه الاراضي الدوليه باش يستثمرها. وتبعوا تبعوا تبعوا عس عليه، كان لقيته خرج على النطاق ودخل في الفساد نحيها له وخليه هكاك يعاني طول حياته. اما هذه حكايه فرغه، تعطيه نصبه يقعد النهار كامل يبيع في مواد نتاع الشنوه. ما يخدملكش فلاحه راه. يقول لك سيف هذاك اللي موجود. مش عارف قيمه كي ترغموا وتشجعوا وتقولوا الانتاج نتاعك ناخذوا من عندك ونخلصوا، كيف ما يعملوا في العالم توا. في بنغلاديش كانت افقر دوله ولات السادسه في العالم، جاوا عطاوهم اراضي وتبعوهم عسوا عليهم. احنا في تونس في برشا جهات كي تتنقل اراضي دوليه بور قاعده مش مزروعه، لا عطوها للشباب اللي خريج، لا عطوها للشباب اللي عامل فورماسيون ولا استغلتها الدوله. في بالك في امريكا الناس تخرج من العاصمه ماشيه للريف، علاش؟ مشاو للأراضي الفلاحية، ما عادش حاصتهم بالعاصمة، خاطر فيها فلوس. السلاح الوحيد في العالم عندك تاكل، ما عندكش ما تاكلش. احنا في تونس المنتوجات الفلاحية اللي في أمس في الأيام كانت عندنا متوفرة، أمس في الأيام نقولوا 20 عام التالي كانت موجودة برشا منتوجات، اليوم يقول لك قلة المياه ما فماش، تحسهم عاجزين أكثر من حاجة. يا ولدي كي تحب تخدم ما تطلعوا الماء، عندنا الماء في بطن، كي تحب تخدم تخدم. سياسة دولة. الناس كي تحب تخدم كيف شنو تعطيه الناس تقول له بالربيع نتاع تركيا والشنوة في منصبية شنو يقعد يبيع لك في الحكاكات هكا تشوف فيها عمره 18 وحس. يا ودي اجي لهنا طلعوا في كميون اعطيه الاراضي قول له ازرع الزيتون ازرع وانا معاك. شنو هو اللي ناقص؟ لجنه تبعوا وعم اكون راجل فهمتني، هذيك اللي تداو من الدوام هو اللي ينقب الرخام. باش تعطيني بعض المشاريع اما ما عمموهاش، عطاوها خاصة لخريجي الجامعات اللي ما نجموش نتوظفهم، خاطر اليوم سياسة الدولة ما عادش نجم توظف، لازم اليوم انتساب لصالح الخاص. فما شباب يقول لك أنا تو جريت عندي مقدم مطلب وما خذيت شيء. إيه لا مش معقول، الدولة يلزمها تتحرك، بالله يمشي للقصبة، شوفك البيامات والمرشداسات، مدير الديوان ومدير الدرج، تنحي نقص من روحك واعطيه هذاك وتبعه، هذاك غنية واحدة تجي تشوفك الكراب، واحد يقول لك هذه بلاد فقيرة. في برشا بلايص ادارات الكراهب اكثر ممكن حتى من المسؤولين واكثر من الخدم. عنده اربع خمسه كراه، شنو هي الحكايه؟ فساد كلها فساد كلها فساد. يا ولدي قيموا بالشباب في التكوين المهني في الفلاحه، هذيك الساس ما ثماش، هذوما البلاد هابطه للخرب. الخلن اللي بيعوا فيه هذايا ما ينجحش 10 سنين، هاك شفت 10-20 سنه يطيح في الماء، خاطر هاك خلن ماهوش صحيح، ماهوش كاباسيتي صحيح. فهمتني؟ ولهذا معناها يلزم الدولة تقف
والناس يقفوا. ده برشا بلدان فقيرة كانت ولات الرابعة والخامسة في العالم. تعطلنا برشا في سنوات الأخيرة يا ولدي، تعطلنا ماذا ماش خاطر ماضي ساعة الناس تروح يحطوا تنتخبوا بلاغات المحلية ولا شنية يعملوا حاجة يبرا شوفوا شتوت كيفاش خامش الكل خندق. زبلة في كل بلاصة، زبلة في برشا بلاصة يا ودي. الزبله بيبيع ما همش يخدموا، ما همش يعطي للجيش يا خويا. سلم قال لك ديكتاتوريه، ما هيش ديكتاتوريه، اعطيهم خليه يقفوا على البلاد هما الجيش. يا ما قدوهاش هذوما اللي جايبين الشهيد من فرنسا وترى شنو ما عملوا. عقليه راهو لابس الصلح، لازم العقليه ولازم الاراده، والاراده السياسيه لازم اراده في الادارات الكل هي اللي تصلح. صحيت والتيران مستعمر، اكبر مستعمر في تونس شكون؟ لا تقول لي لا فرنسا لا انجلترا، اكبر مستعمر هي الاداره التونسيه. برا يمشي يطلع ورق طيب يمشيك ويجيك، هذاك مش استعمار. احنا سبب تاخير اكبر استعمار، اكبر استعمار هي الاداره التونسيه. سيب الناس خلي تخدم على رويحها، اعطي الاراضي سهل لهم في الاوراق، ما جاش جيب لهم الماء. تحركوا 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 تحركوا. الاداره التونسيه لا واكبت التطورات، لا اخذت قرارات ان تتماشى على الاقل، مش حتى مش بلش لازم نولوا معناها كل شيء انفورماتيك وكذاك في دارات. اليوم ما زلنا ارجع غدوه، ما زلنا سياسه نتاع سنوات قديمه التال، وفي نفس الوقت فما قرارات سياسيه لازم يتم اتخاذها ما اتخذتهاش الاداره التونسيه. يا ولدي لا ثم لا قرارات سياسيه، الكلام زين اهبط للميدان، تهبط بتجين وسوريا هذاك نعطيك الرسمي اهبط تخدم وريني شنو اللي تعمل. حكايه فارغه قال لك اللجان وترى شنو وزم التوقيف هذاك واللي درجه وقيل وقال الكل بلا بلا كلام برشا. احنا كلام وفعل ما تماش يا اخي. توا هما الكفار تي ما عطاهم ربي سباب واحنا عطانا سباب، هما النفسيه نتاعهم قويه طلعوا الاراضي والصنع واحنا نفسيتنا فارغه تعبه. احنا ديما تابعين وش تقاوى راني تعبت، وهو معطاهم الاسباب وحنا معطاهم، هو باش يوكلهم زاد هو مع عباده يا هاكا الاسباب نتاعه هاكا طاروا بها التيران، خدموا الارض وخدموا وحنا النفسيه نتاعنا تعب. قال لا اله الا الله ما انت هيك تعب هاكا عطاك الاسباب، خي السماب باش تهبط لك الذهب ولا فضه قوي قمر كمبر. عقليه كما قلت لك عقليه لازمها تتبدل. اليوم اذا كان كل اداره ترقب روحها ومسؤوليها يغيروا من التفكير نتاعهم والسام واختار وبدل لنا من فاز اني انا موظف اعطيني شهريه وفك عليا طول البلاد تتصلح. مسمار في حيل ما تنجحش، و20 سنه و30 سنه و10 سنين ما تنجح. هيك شفته 10 سنين نجحت حاجه 14 عام 15 سنه مبنيه على الخلل. يا ولادي حاجه مبنيه على الخلل ما تنجحش، يزمك تخدم مخك ربي يعطيك عقل.